فاز الكاتب الجزائري يوسف بعلوج مؤخرا بقطر بالمرتبة الأولى لمسابقة القصة القصيرة للأطفال عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل إبداعي بعنوان قدوتي ليس بطلا خارقا، وهو التتويج الثاني لهذا المبدع بعد حصوله في مايو الماضي على الذرع الفضي لجائزة قنبر الدولية لأدب الطفل بالعراق. وللحديث أكثر عن هذا التتويج الجزائري بجائزة قطر نربط الاتصال بالكاتب يوسف بعلوج. أولا هنيئا لك بهذا التتويج سيد يوسف. بداية لو تحدثنا أكثر عن هذه المسابقة وعن التتويج الذي تحصلت عليه. بالنسبة للتتويج بالمركز الأول لجائزة قطر لقصص الأطفال عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التتويج الثاني هذه السنة بعد التتويج الذي كان خلال شهر رمضان المبارك الماضي في جائزة قنبر الدولية لأدب الطفل التي نظمت من طرف العتبة العلوية المقدسة بالعراق. التتويج هو بجائزة قطارة. قطارة هي مؤسسة ثقافية مهمة ليس فقط في قطر وإنما في العالم العربي، وحتى ذات سمعة دولية معتبرة. سعيد جدا بأني وفقت في الفوز بهذه المسابقة، خاصة أنه كانت دولية وكان في مشاركات من دول مختلفة. أنا شاركت بعمل عنوانه قدوتي ليس بطلا خارقا. المسابقة هي عن السيرة النبوية، وحاولت من خلال هذا العمل أني أذكر الأطفال بأن القدوة ممكن أن تكون شخصية حقيقية تاريخية معروفة، عوض أنه تكون واحدة من الشخصيات الخيالية اللي عندها قوى خارقة غير واقعية تماما. سعيد أني فزت بهذه الجائزة، ثاني تتويج هذه السنة، وسعيد أكثر أنه التتويج دائما لما يكون في جائزة دولية يكون باسم الكاتب وباسم البلد أيضا، يعني هذا التتويج مش فقط ليوسف وإنما هو لكل الجزائر. طيب بالنسبة لجائزة قنبر للطفل في الشهر الماضي، كيف كانت تجربة هذه المسابقة؟ بالنسبة لجائزة قنبر الدولية لأدب الطفل، أيضا أنا شاركت بنص اسمه جدائل زينب. كان هو يعني التحدي يعني هنا كان مغاير عن تحدي جائزة قطارة، لأنه جائزة قطارة كان عدد الكلمات محدود جدا، يعني كانت قصة قصيرة جدا في حدود 120 كلمة فقط. في جدائل زينب كانت هناك نوع من المساحة للتحرك ولبناء شخصية وتطوير الأحداث بشكل درامي متصاعد. القصة هنا كانت مغايرة، لكن دائما يعني أحاول أن تكون الفكرة دائما تدور في إطار تعليم قيم إيجابية للأطفال، لكن في إطار فني محبوك بعناية حتى ما يملش الطفل، حتى ما يحسش أنه هذا تلقين وموعظة. أنه نحاول أنه نعطيه قصة تكون بلا ملامح يعني أدبية جميلة مشوقة وفيها الكثير من الأحداث التي يعني ترغبه في القراءة. كانت تحكي عن مرض السرطان، يعني حاولت أني أحكي عن موضوع مرض السرطان، كيف لازم نتعامل معه، ما هي الطريقة المناسبة، وما هي الأشياء التي يمكن أن نقدمها كنوع من الدعم لهؤلاء. جيد سيد يوسف، فقط أريد أن أطرح عليك سؤال، ما هو الاختلاف بين الأدب الطفل والأدب العادي؟ يعني الاختلاف هو عميق نوعا ما، لكن في نفس الوقت أنا دائما أقول أنه كل مشروع كتابة سواء كان للأطفال أو للكبار له تعقيداته الخاصة وله صعوباته الخاصة. الكتابة للطفل بالمقارنة مع الكتابة للكبار، الكتابة للطفل أنت يجب أن تراعي الفئة العمرية، تراعي تكوينها النفسي، تراعي مخزونها اللغوي، وتحاول دائما أن تقولب هذه الفكرة في يعني قالب مشوق ومفيد في نفس الوقت، بمعنى أنه لا يجب أن ننخرط كثيرا في المباشرة والفجر
جاهزة، خاصة بالنسبة للأطفال أن الطفل يمل بسرعة، فالتركيز يكون دائما على تضمين قيم إيجابية لكن في قالب راقي ليجذب اهتمام الطفل ويخليه يتعلق بهذا المنتوج، سواء كان في الكتابة أو في العمل الفني مثلا مسرح أو شيء ثاني. جيد سيد يوسف، الحمد لله أنك وفقت في هذا. هل من أعمال ومشاريع قادمة لك في المستقبل القريب؟ أحاول أشتغل على أكثر من عمل، عندي نصوص مسرحية جاهزة، ننتظر إنه تجينا عروض إنتاج ليها يعني إذا فيها إمكانية، وهكذا يعني نحاول إني أستمر في الكتابة، ما انقطعش كثير، خاصة إنه في مرة فترة انقطعت شوية، لكن لما رجعت يعني من 2015 2018 شوية انقطعت، لكن بعد 2018 رجعت بجائزة الهيئة العربية للمسرح، التتويج، وبعدين ترشيح القائمة الطويلة، وبعدين الفوز بجائزتين هذه السنة، فنحاول إني إن شاء الله الأيام المقبلة إني نحافظ على نفس النسق ونحافظ على نفس جودة الكتابة اللي تكون يعني تحقق إنجازات للجزائر. شكرا لك السيد يوسف بعلوج، كنت معنا للحديث عن تتويجك بجائزة كترى لأدب الطفل. شكرا جزيلا لكم لجميع المشاهدين.